هي تيليكوم نهاركم بروك، ما تنساوش ديروا لنا تعليق وشي كومونتيرات زوينين في الفيديو اللي قبل، وحتى هذا عندنا شي حميمات باش جاو باش غاديين، اجي نشوفوا فين غاديين اليوم. نوضو نوضو، عنده كوبل ديال السيفيانوس الاخوان، هاد الكوبلة راه يلاه جبتها الاخوان، باقي كاع ما نسيتها، تبارك الله كتبت ليه ذكر احمر ما شاء الله تبارك الرحمن، ذكر مقرقع 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 شي حاجة ديال السيفيانوس مقرقع. هاد الكوبلة راه كتبت ليه باقي كاع ما نسيتها لكم الاخوان، تبارك الرحمن. شو كوبلة كيدير اليد تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، كوبلة مليحة. نشوف شنو كاين اخر ديال البركان الاخوان مع الكوبلة ديال السيفيانوس، جوج كوبلات بوطي المو وكوبلة سيفيانوس، الكوبلة الاخرى حنا غنوريو لكم ديال فاس تبارك الله اللهم بارك. هادو غادي البركان، هادو ارواح ارواح. تحية لبراكنة وتحية لوجادة، تحية لمحبي قناة المهدي تي في فلوك في العالم العربي والخارج المغرب وداخل المغرب، ومرحبا. واش درت ليه هنايا ديال الوكالات والعيبات باش نجمع ليه كولية وحدة باش داكشي ما يتكرفش ليه. هما هادو ديال البركان، شوف شنو كاين خرة معاهم، واحد القفوزة، هاد ثلاثة ديال القفوزة اللي معاهم تنهود نصورهم ليكم. عندنا واحد ست الوكالات، هادو ديال الدجاجة خدمة نقية الإخوان، هادو اللي بغا منهم هما كاينين الدجاجة ديالهم اقتصاديين هادو الإخوان. هادو ديال البركان مع دوك الحميمات، ومعاهم ستة ديال هادو. راه كنت غناخد ليه ديال القرعة وملقيتش ليه ديال القرعة، لقيت ليه غير هادو، غنصيفطو ليه ستة منهم. قولة الله أكبر. هادو غادي للفاس، هادو هادو غادي للفاس الإخوان، الآخرين بركان وهادو فاس. بوطي المو على ما اظن بقى فيه كوبلة وحدة، ثلاثة الكوبلة هما مشاو بقى كوبلة وحدة. هادو غادي انا عجبتني الاخوان، كان صيفط ليا فيها واحد السيد واحد الحمامات، هاك جبت فيها شي حمامات شو كيبقات شو زوينة، هادي حميمات ما يخرجو ما والو، خا تخلي عليهم هادي الحلول. ايوا حنا غنصيفطو هاد السيد ها هي. اللهم بارك الاخوان، ها الكريطينات، ها القفل زاد، ها الحميمات. كتعجبكم كلمة حميمات؟ البوطي المو هو الخنزر باش جاو باش مشاو الاخوان هادو، كاع ما بانو كاع في السوشيال ميديا. تبارك الله اللهم بارك. الوكالات وكلشي نشدو الطريق، دعيو معنا دعيو معنا الاخوان، شي دعاء يكون زوين في الكومونتيرات. يلا اخوان حنا شادين الطريق باش نصيفطو الصخرة، والله يسخر الجميع، وكما كيقول المثل غير يكون عندك هاد القليب زوين، والله ربي ما يخليك بلاش، والله سيدي ربي ما يخليك بلاش، الله يسر الجميع، ونبغيو لكم الخير وبغيونا الخير، والله يسهل علينا وعليكم، والله يسخر الجميع.